ينضم إلينا أيضا عبر الهاتف دكتور نهى سمير، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية بجامعة عين شمس. دكتور، بعد التحية، هي أنه مصر اتخذت خطوات كبيرة وسباقة في مجال يعني الوقود يعني الغير ضار بالبيئة، خطوات كثيرة فيما يتعلق بإحلال وسائل مواصلات تعمل بالطاقة يعني النظيفة، أيضا مدينة شرم الشيخ واللي أقيمت فيها فعاليات كوب 27 ضربت مثلا كبيرا في هذا الإطار. ماذا عن ما قدمته مصر كنموذج للعالم في الحفاظ على البيئة؟ أنا فخورة جدا ببلدي، فخورة بالمدينة شرم الشيخ. أنا يعني بورتيرك فيها من حفاظ على البيئة واقتناع الناس كمان، يعني مش مجرد إن هي يعني أتوبيسات تشغل الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية، تدوير مخلفات جميع أنواعها، في كل الممارسات الخاصة بالحفاظ على البيئة، والناس نفسها مقتنعة جدا، والمصريين مقتنعين كلهم عندهم وعي كامل بقضايا المناخ المختلفة، وبالتالي ده أثر على انطباع الدول المشاركة في المؤتمر إن إحنا فعلا بننفذ قبل مش مجرد كلام فقط، بالعكس عندنا تنفيذ، ومن كمان إحنا بادئين مبادرة فخامة الرئيس التحضر الأخضر من 2020 قبل المؤتمر وقبل أي حاجة، وفيها الممارسات كلها اللي بتؤدي إلى الحفاظ على البيئة وعلى مقاومة التغير المناخي، وبالتالي إحنا سباقين في هذا المجال، وده اللي أقنع الدول المتقدمة والدول المشاركة إن مصر فعلا عايزة تنفذ وبتنفذ الأول ثم تتحدث عن القضية، وبالتالي ده أثر جدا في الشراكات اللي عملناها مع الدول المتقدمه اللي مشاركه في المؤتمر، شركات كتير في مجال الهيدروجين الاخضر، في تدوير المخلفات، في حد من البلاستيك، في حفاظ على الميه وتشغيل سباكات الميه، في اكثر من فعاليه انا حضرتها وشفت قد ايه شراكات مستمره من اول يوم في المؤتمر، وفعلا في شركات ابتدت فعلا في التنفيذ، يعني ابتدت في مجال التنفيذ واليات التنفيذ تم وضعها داخل المؤتمر، وبالتالي في جديه في التعامل، جديه في تقرير مصر لأقدمته، في جديه في اصرار واراده سياسيه من الوصول الى الحلول والى التنفيذ في هذا المؤتمر. صحيح. حينما نتحدث عن استخدام الطاقة الشمسية وتوسع مصر في استخدامها ووجود طبعا محطة بنبان في أسوان للطاقة الشمسية، هنا نتحدث عن دولة بالفعل على الأرض استطاعت أنها تحقق مكان يصبو إليه العالم، لكن الحقيقة أنه مصر دائما ليست منشغلة فقط بشأنها، لكنها تنشغل بالشأن الإفريقي، ودائما نتحدث عن الدول الإفريقية وما هي في حاجة إليه من تنمية، وخاصة أنه هذه الدول تأثرت كثيرا بالتغير المناخي، وكان هناك الكثير من الحديث في عدد من جلسات مؤتمر كوب 27. في رأيك يعني المتغيرات التي قد تحدث للدول الإفريقية وما قد ينم عنها من يعني نقاط كثيرة إيجابية في الفترة القادمة؟ مصر بتمثل الصوت الافريقي في المؤتمر، وهي اهتمت جدا بقضيه الدول الافريقيه، وكان في اكثر من جلسه، وكان هدف المؤتمر الاساسي معالي الوزير سامح شكري قالوا في اول يوم ان احنا عايزين نوفر حياه كريمه للقاره الافريقيه وجوده حياه للقاره الافريقيه، ثاني حاجه اللي احنا عايزين نفعل جرائم التكيف في القاره الافريقيه ونمكن المراه والشباب في القاره الافريقيه ونزيد الوعي عندهم، وكانت كل الفعاليات كان في فعاليه خاصه بسفراء المناخ الافارقه، وازاي احنا عملنا وعي يعني بالاكاديميا داخل الكليه، عندنا وعي بالسفراء المناخ في افريقيا والشباب، ودخلوا معانا في دورات تدريبيه وقالوا رايهم، ودخلوا معانا اونلاين من خلال زوم في المؤتمر وقالوا كل مشاكلهم وايه رايهم في كيفيه تفعيل كل الممارسات الخاصه بالحفاظ على البيئه وقضيه التغير المناخي. بالعكس مصر شقيقه الكبرى لافريقيا، وهي تبنت هذه القضيه داخل المؤتمر في اكثر من فعاليه واكثر، وكانت يعني بتساعد الدول المتقدمه انها تساعد افريقيا في كل المجالات. صحيح. دكتور نهى، باعتبارك عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية، حينما نتحدث عن قضية المناخ فنحن لا نتحدث فقط عن قرارات دول، لا نتحدث فقط عن إجراءات بتتخذها مؤسسات الدولة، لكننا أيضا هنا نتحدث عن جانب آخر خاص بالمجتمع والمجتمع المدني والتوعية الخاصة بالأفراد والمواطنين. يعني حضرتك تحدثت عن مدينة شرم الشيخ وكيف تحولت يعني كثير من المنشآت والمؤسسات هناك إلى منشآت صديقة للبيئة، هنا مسألة الوعي المجتمعي ووعي الأفراد مسألة في غاية الأهمية، أعتقد ستضيف الكثير لهذه القضية.
جدا، وكان في تفاعل بين المجتمع المدني داخل قطاع الاقصى الفعاليه، وكان هو بيقود اكثر المسيره خاصه في قضيه التغير المناخي، وكان في شراكه بين ثلاث عناصر اساسيين في المجتمع، القطاع الحكومي والقطاع اللي هو وزارات المؤسسات وقطاع المجتمع المدني وقطاع الخاص والاكاديميه. صحيح. كان في يعني، وده اللي كنت ملاحظاه جدا في المؤتمر، ان في شراكه بين الاربع قطاعات وكلهم في سبيل طبعا الحفاظ على البيئه. ودي انا اعتبر ان المؤتمر ده هو تصالح مع الطبيعه، بعد ما كان في ثوره على الطبيعه الفتره اللي فاتت، لا دي تصالح مع الطبيعه لجميع المؤسسات والجهات، وعندهم وعي فعلا. واحنا الحمد لله يعني الفتره اللي سابقه كل الناس اشتغلت كأكاديمية وكله، ان احنا نزود الوعي عند كل الفئات المختلفه بحيث يكون مجتمع ونكون داخلين. كمان موجود في المؤسسات التعليميه، في الجامعات، في المدارس، يكون يعني هناك جزء من الدراسه يتعلق بهذه الامور من الناحيه العمليه وليس من النظريه فقط. بالضبط بالضبط بالضبط، وده اللي كان حاصل عندنا برضه. كان في دورات خاصه في المدارس وتمثيل المناخ الصغير، وكان بالعكس اطفال كمان، كان حصل تمثيل الاطفال داخل اكثر من فعاليه داخل وده هم اساس المستقبل، ولازم يكونوا مقتنعين اقتناع تام من الصغر باهميه الحفاظ على البيئه وقضيه التغير المناخي. صحيح. دكتور نوى، يعني ونحن الان بصدد انهاء مؤتمر كوب 27 ونحن في انتظار التوصيات وكل هذه الامور، بالتاكيد يعني كل من يعمل في مجال البحوث البيئيه وعلى علم بالتغيرات المناخيه وهذه الامور يعلم ان هناك شقين، شق لا يمكن ابدا تاجيله ولابد من ايجاد حلول فاعله الان، وشق اخر يعني يمكن التعامل معه على مدى سنوات. في رايك أهم النقاط التي لابد من البدء عليها الآن؟ البدء فورا في إعداد كوادر مؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا الجديدة، سواء كانت الهيدروجين الأخضر، لأن احنا تعاقدنا على أكثر من بروتوكول وأكثر من مشروع خاص بالهيدروجين الأخضر، فيجب توفير الكوادر اللي ممكن تساعد على إنجاح هذا المشاريع، وتكون مشاريع مستدامة، ويعني بعد حتى ما ينتهي المنحة أو القرض يبقى احنا يضطر إن هو يستديم المشروع بالكوادر المحلية اللي موجودة. ثاني حاجة اللجوء إلى الصناعات المحلية برضه، تطوير القطاع الصناعي لتوفير التمكين وتوفير هذه الصناعة داخل مصر، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نبقى اكتفاء ذاتي بهذه الصناعات داخل مصر في كل التكنولوجيات الحديثه اللي احنا اتفقنا عليها داخل المؤتمر. فاعتقد الحاجتين دول مهمين جدا لضمان استدامه هذه المشاريع. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا دكتور نهى سمير، عميد معهد الدراسات والبحوث البيئيه بجامعه عين شمس، لكل ما اضفتيه لنا ومشاهدينا اليوم.